من حافظت على أعصابها الباردة وحافظت على تسييرها لجميع المظاهرات اللي خلقت في نقر هذا البلد بالمظاهرات المرخصة، حماتها وسايرتها وواكبتها إلين كل أحزابنا السياسية وعدلت حقها اللي ظاهر لها إلين تعود ظروف أمنية تسمح بالتظاهر ما يقد يصح ولا تنعطاها أذنات، معناها أن لا فم وراها شيء، معناها أن لا عندها معلومات على أن فم محاولات لزعزعة ذاك الأمن. والمواطنين يا الله يعودوا أولا يسمعوا ذاك ولا يقبلوه لين ما نأذن المظاهرة، والله نأذن للتحرك واللي نأذن لهم اللي يا الله يعود لا يعرف أنه فم دواعي أخرى هي العدل الذي ما يخلق، وبالتالي تنقبل الإجراءات الضرورية لياكله ما يتطور لأشياء أخرى إحنا كاملين ندور نعود متندمين عليها لين تخلق. هذا هو الطرح. هذا طبيعة الحال ما في أحد معصوم، ولين تخلق أحداث تجاوز هذا وتجاوز حق المواطن إحنا ما لنا إلا نصلوا. أيوة ما نوفوا إلينا. حسبا السيد الرئيس، نحن هاو مثل الشعب كاملين وسط موالاتنا ومعارضتنا. شوفي ما انت مكلفه به ما يعنيك. انا نختار سيد الوزير ونطالب سيد الوزير يخلي عنه قاع الخوض غروايه واضحه كالشمس. نحن مطالبين بشي واحد ما يقالط حد المواطنين. الفكره واصلت حليلي، نحن مطالبين بتحقيق نائب زينب، مطالبين الفكرة بتحقيق واصلت. الشابين اللي تم تعريتهم وإهدار كرامتهم وآدميتهم. أنا من نفسي وقفت على المكان وقفت على الشاب اللي يعرى بيلي ما نرفض الملاك. فكرة واصلت، هاي ما هي نقطة نظام، هاي ما هي نقطة نظام. لا تكلم شي ما تعرف لش. تفضلي لا تكلم شي ما تعرف لش. تكلموا ما تكلموا، خلوني يتكلموا. توم سيد رئيس انا قلت هذه شهاده وانا مقتنع بها ومتحمل في حق قوات امننا. لا نقول على ما خالق حد معصوم ونشي كامل اخلق جاوزت فيه الحدود، يا الله تعدل فيه التحقيق ويا الله تنقبض فيه الاجراءات والحكومه اذا تعدلوا ولا نتحري من حد يرشدها له الى ارشدها له، لا نقول له جزاك الله خيرا واذا يدور يعدل، يا غير نختار حد كامل ملي عدل شي ما اختي. يا اخي خليني اتكلم، اجازك بخير، خليني اتكلم اجازك بخير ان شاء الله. اختي الكريمه، عفوا الكلام ما عندك نائب زينب، الكلام ما عندك نائب زينب. كريمه متأكد أنا 100% ومستعد نمثل أمام القضاء على أن الفيلم عندنا مفبرك، وعلى أن هذا ما خلق في الواكشوط، أن هاي الصورة ما خلقت في الواكشوط، وعلى أن هذا المواطن اللي وعدل له يوخذ اللي مظاهر يوخذ وينقال أن فلان ولا فلان وكان أسهل من كل شيء. نايب زينب وما عندك الكلام، ما عندك الكلام. هذا أنا متأكد منه يا غير ذا، ماذا واحد من دوركم تعتذروا أيضا عن الاتصالات اللي كنتوا تجروا مع مد الظهر على انها لا بسم الله الرحمن الرحيم انها هذا انتم تعتذروا عنه رسميا وتتوب الملانة منه وتفتح فيه تحقيقات. هذا الخلق اللي كنتوا تتصلوا به وتتآمروا معاه معلقين جلسة معلقة اللي هذه التسجيلات الخالط وهذه الامور الخالط، يلا تعتذروا عنها. اذا شكرا سيد الرئيس، السلام عليكم ورحمه الله. مرحلة التصويت.